ونخش على طول نسخن بقى بالاسئله اللي عندنا. عندنا مرحله الاسئله دي ثلاث مراحل. المرحله الاولى انا مين او انا ايه، كل الاسره بتشارك فيها وفي صح وغلط، الاولاد بس هم اللي هيجاوبوا لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده، او اختيارات الاولاد بس هم اللي هيجاوبوا لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. في ولي امر او هنغني، اوكي جاهزين؟ ردي قوي يعني؟ يلا. طب يلا على طول نبتدي على طول بأنا مين أو أنا إيه؟ السؤال، أنا مؤنث كلمة أكبر. كبيرة. كبرى. برافو، جوش رد كبيرة. يا تيتشر. كبرى إن شاء الله. تصغير كلمة شجرة. شجيرة. شجيرة، برافو. ماشي، أنا الهرم الأول الذي تم بناؤه. هرم سقارة. سقارة. في الثلاث أهرامات. مش في الثلاثة دول، لأ. الهرم المدرج. أيوة، اسمه إيه المدرج؟ المدرج اسمه إيه؟ هرم الملك. هرم سقارة إيه؟ المدرج. أيوة، مين بقى أني ملك؟ سنفرو. لأ. مين؟ زوسر. برافو. برافو بابا. ماشي طيب، أنا موحد القطرين ومؤسس الأسرة المصرية الأولى. مينا. يا جماعة في ايه؟ ده ايه الثقة دي؟ هو ليه بابا بس اللي بيجاوب في الفريقين؟ هو ليه انا؟ بابا هو معلومات عامة. هو ليكوا كلكوا بس ليه بابا بس؟ طيب شاطرين جدا 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 الحمد لله، حد جاوب من هنا وحد جاوب من هنا. تيجي نبتدي أول مهمة على طول. البول ده كله كور زي ما انتم شايفين، صفرة وحمراء وأورنج، بس في جوه كورة زرقاء كبيرة بتاعت هاندبول. اللي هيجيب الكوره الاول واسرع هيبقى هو اللي كسب المهمه الاولى. جاهزين وفهمتوا؟ جاهزين. وانتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا يلا. ريدي ستادي جو. جيدن ولا ساره؟ جيدن ولا ساره؟ هل ساره اللي هتكسب ولا جيدن؟ بعيدوا عن بعض. ازرق. جيدن بيسمع يقولوا له تحت وفوق. يا جيدن ما ترميش الكور، احنا اللي بنروق. يا جيدن فين الكوره الزرقاء؟ ايه ده؟ ساره جابت الكوره الزرقاء. ساره اول واحده كسبت المهمه الاولى، برافو ساره. ولا غلط؟ نركز مع بعض عشان بيرلي وجيدن بس وساره ويوسف بس اللي هيجاوبوا، لو ما عرفتوش افتكروا ان انتوا عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ اوكي. يساعدنا شرب 8 اكواب من الماء يوميا على التخلص من السموم، صح ولا غلط؟ هم غلط. امال قد ايه؟ امال ولا ايه هو اللي بيخلينا نتخلص من السموم؟ الميه يا جيدن. صح. هي صح. وايه بقى؟ وهنفكر بقى وهتجيبها منين؟ هي الميه طبعا. ايوه هي الميه. ماشي. تعتبر الدهون من الوحدات الاساسيه اللازمه لبناء الخلايا، صح ولا غلط؟ الدهون من الوحدات، يا استاذه انت باليرين، الدهون من الوحدات الاساسيه اللازمه لبناء الخلايا، صح ولا غلط؟ غلط. لا صح. صح ولا غلط ستيفو؟ صح. صح؟ صح. آخر كلام صح؟ صح. قولوا بثقة. أيوة يوسف واثق. يلا الفريق ده. اللون الأحمر هو اللون الذي يرمز إلى السلام، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. إيه هو؟ اللون الأبيض يرمز. برافو. الأبيض. برافو. هنا اللون الأخضر لون سلس لا يزعج الناظر إليه بل يجعله يشعر بالراحة والاسترخاء، صح ولا غلط؟ ماما لابساه. ماما لابساه. صح. ماشي اوكي. هنا بقى عاصمة دولة الجزائر هي الجزائر، صح ولا غلط؟ صح. انت بتعملي كده ليه؟ انا عايز. لا يا سلام. مش شايفاك انا بقى. مش شايفينك كلنا مثلا. استعين بيا. ماشي اوكي صح. اوكي هنا عاصمة المملكة العربية السعودية هي الرياض، صح ولا غلط؟ صح. برافو. ايه ده؟ ده ما فكرتش. طيب ايه رايكم نخش على المهمه الثانيه؟ مين جاهز للمهمه الثانيه اللي ما لعبوش؟ ريدي ستادي جو. يلا يوسف. برافو. يوسف. برافو.
برافو. الله يوسف بينط. برافو يوسف. الاثنين في نفس المرحله بالظبط. في نفس المرحله. يوسف. يوسف واضح ان هو عارف من اول بيعمل ايه. الاختيارات جاهزين؟ جاهزين. ماشي. السؤال هنا، أكتر الأندية حصولاً على دوري أبطال أوروبا، برشلونة، ريال مدريد، ليفربول. ده إحنا مع بعض. لا ده هم بس برضو. لو مش عارفين هيستخدموا وسائل مساعدة. برشلونة، ريال مدريد، ليفربول. ما تبصش لماما. أنا كده كده مش عارفة. ما أنا شايفاك على فكرة. ها خمسة. برشلونة؟ لا غلط، ريال مدريد. عندك وسائل مساعدة. ماشي. أكتر المنتخبات حصولاً على كأس العالم، ألمانيا، إنجلترا، البرازيل. إنجلترا؟ لا البرازيل. استفوا استفوا بسرعة. ها ها يلا. أنت اللي بتحب الكورة. أنت اللي بتحب الكورة. أنا صار ملايين ماليش فيها قوي. بس يعني استفوا. هتقولوا إيه، إنجلترا ولا برازيل؟ خمسة أربعة. البرازيل. البرازيل. برافو شاطر يوسف، خليك واثق أكتر كده. أنا اللي قلت لها برازيل. أيوة برافو. قول بصوت عالي. ماشي. ايه الحيوان الذي يضع صغيره في جيب له؟ ايه قول؟ كانجرو. كانجرو. برافو. يا خلاص يا ناس، من غير اختيارات كمان. يعتبر من اخطر انواع السمك الدولفين، سمك التونه، القرش. القرش طبعا. هي عايزه سؤال. توجد الارض في اي مجره؟ مجره عباد الشمس، مجره الدوامه، مجره درب التبانه. مجره عباد الشمس. لا ده ايه ده؟ انت متأكد من ده؟ استنى ادي نفسك وقت. متأكد؟ اخدها يعني. لا لا بيل بتقول لك استنى. طب انت عارفه ايه بيل؟ عباد الشمس، الدوامه، درب التبانه. درب التبانه. درب التبانه. هي التبانه وانت سالت ماما. لا 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 بس معلش ثانيه واحده. لا 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 ايه بقى؟ التبانه. ما انا لسه قايلها درب التبانه وانت سالت ماما. ايوه لانها ماشي. لا خلاص مش هتتحسب لكم. السؤال هنا، اقرب كوكب للشمس، الزهرة، الأرض، عطارد. عطارد. برافو يا سرسورة. ياتي حلوة جميلة. طب والنبي شاطرين حلوين طعمين. والله العظيم كده نبقى خلصنا فقرة الأسئلة بتاعتنا.